أعزائي المشاهدين مشاهدي جريدة الوطن، أهلا بكم. معاكم أحمد عصر. إحنا الآن في منزل الأستاذة زينب محي الدين، اللي زوجها أو طليقها يعني اعتدى عليها بعد ما خدت حكم بخلعه. حاليا الأستاذة زينب هتعرفنا بنفسها وهتروي كواليس الواقع. لو تعرفينا بس بنفسك وتقولي لنا يعني إيه اللي حصل. أنا زينب، عمري 27 سنة. اللي حصل ان انا كان في مشاكل عائلية بيني وبين طليقي، وحاولنا ان احنا ننفصل حاولنا ننفصل يعني باتفاق او بالطرق يعني ودية، وكان هو بيرفض تماما. فلجأت ان انا ارفع قضية خلع، وابتدى بقى هو يعتدي يعني ابتدى سلسلة اعتداءات عليا من بعد ما رفعت دعوى الخلع. تمام. يعني ايه الاعتداء يعني ظاهر على وشك ان هو اعتدى عليكي، او ده كان اخر ازاي تم اعتداء الاعتداء؟ عليا. كان يوم 19/5، ده كان اخر حاجة. قبليه كان فيه طبعا تهديدات واعتداءات متكررة منه. انا من اول ما رفعت الخلع لاسباب طبعا قوية جدا، صعب ان اي واحدة في الدنيا تتحملها. هو كان شخصية يعني كان دايما بيرهبني، وكان دايما بيتعمد اهانتي، فكان صعب استحالة العشرة يعني. وحاولت كتير، انا ما قعدتش معاه شهر او شهرين، احنا مدة زواجنا استمرت ل4 سنين. في خلال 3 سنين كاملين انا بحاول في اصلاحه، وكنت بحاول دايما ان انا يعني دايما كانت الناس بتقولي انت تنازلي شوية، هو يتنازل شوية عشان المركب تمشي. هو كان دايما متسلط، ما كانش عايز يتواصل لنقطة تفاهم بيني وبينه. فطبعا استحالة العشرة مع ان هو كان بيمد ايده عليا، ومع التحكمات والتسلط بتاعه، ان هو كان بيرهبني يعني، كان شخصية بترهبني. هو كان بيحس بنفسه قوي لما بيضايقني، او بيحاول يكسرني ويتعمد اذلالي يعني. طبعا استحالة العشرة. بعد محاولات زي ما قلت لحضرتك كتير جدا ان انا احاول اصلح، ان انا مكنتش عايزه افشل، خصوصا ان هو كان اختياري انا، وكان معظم العيله كانت رافضاه، فكان اختياري، فكنتش عايزه افشل يعني في بدايه يعني مكنتش عايزه افشل في الجوازه خالص. حاولت كتير ان انا انجحها، لكن اكتشفت ان هو كان كل حاجه كان قايلها لي كانت كلها غش وكانت خداع. كان بيقول ان هو كان معاه شهادات، ان هو كان دكتور، معاه دكتوراه في التاريخ وخريج اداب تاريخ ومعاه دكتوراه. اكتشفت ان هو ده مش حقيقه، اكتشفت ان هو كان معاه دبلوم صنايع. طبعا ده مش عيب، ولكن الغش هو العيب. اكتشفت ان هو كان بيقول ان هو كانش متجوز قبل كده خالص غير من واحده اجنبيه، ومكانش حابب ان هو يخلف منها لسبب ان هو كان خايف ان هي تاخد ولاده مثلا وتهرب. اسبابه بقى طبعا اكتشفت ان هو لا، مكانش بس متجوز الاجنبيه دي، ولكن كان متعدد العلاقات والزيجات الشرعيه والغير شرعيه كتيره جدا كتير جدا يعني. كل ده كان مخفي عليا. كان في قسيمه الجواز بتاعتي، كان المفروض ان هو لو على ذمته زوجات اخرى كان بيتكتب ان هو على ذمته زوجات اخرى. انا في قسيمه الجواز بتاعتي مكتوب ليس على ذمته زوجات اخرى، في ظل ان هو كان فعلا في على ذمته زوجات اخرى، وانا ما كنتش اعرف. كان طبعا غششني. المهم في النهايه ان انا قررت خلاص ان احنا ان انا هعمل قضيه دعوى الخلع، وابتدى بقى ان هو يتعدى عليا والتهديدات. نزلت اشتغل طبيعي يعني. هو اول ما عرف ان انا اشتغلت يعني صار جدا، وازاي ومش ازاي، وجاب لي بلطجيه وراح لي مكان شغلي، وانا يعني تخوفت ان انا اواجهه او اطلع ان انا اتعامل معاه عشان ما ياذينيش. هو ما كانش بيجي طبعا عند بيتي او عند بيت اهلي ان هو يعمل معايا اي حاجه، كان دايما بيتعمد وانا في شغلي عشان بكون لوحدي. طبعا زمايلي والناس في الشغل منعوه ان هو يقرب لي خالص. بعديها بعت لي ستات عند مكان شغلي، وطلعوا في النهايه ان هم قرايب والدته يعني، قرايبه من ناحيه والدته، بس انا كنت اول مره اشوفهم ما اعرفهمش يعني. الناس دي كانت مسجله يعني، عليهم قواضي. بعد كده هم حاولوا يتعدوا عليا وشدوني في الشارع، وكل ده متصور بكاميرات، وربنا نجدني منهم يعني. وبعديها بقى في مره
كنت بعد ما خلصت جلسة الخلع وخارجة من الجلسة، هو حضر معايا الجلسة دي وطلب من القاضي ان هو الصلح، فدي كانت اخر جلسة. فالقاضي قال له انت كنت فين كل ده؟ انت جاي دلوقتي بتعمل صلح؟ خلاص الوقت يعني خلاص، وعاشرهن بالمعروف يعني، او تصريح باحسان، وخلاص خرج من الجلسة دي بيتوعد لي وانا هوريكي، وبيشتم بالفاظ بذيئة جدا. رحت الحرس المحكمة قلت لهم ان هو بيهددني، يعني احتفظوا بيا على جنب لحد ما هو مشي، وطلبت عربية اللي هي الشركة من الشركات اللي هي عربيات التاكسي، وركبت ومشيت في الجيزة امام الفور سيزون عند حديقة الحيوان. اعترض طريق السائق، وكان معاه حديدة، وقف قعد يضرب على عربية السائق. فانا قلت له يعني يوقف، احنا في حتة في امان وفيها ناس وفيها كاميرات، فاكيد احنا في امان يعني، فوقف نشوف هو عايز ايه. اول ما وقفنا شدني وسحلني في الارض، والدتي حاولت تفهم انت بتعمل ايه اللي انت بتعمله ده، ضرب والدتي على راسها وشدني في الشارع وجرجرني في الشارع، سحلني يعني يعتبر، وقام بالتعدي عليا بالضرب هو واخواته، وكان معاهم برضو مجموعه تانية. كان في كمين الناحيه التانية، كمين ثابت، جريوا عشان يلحقونا وطلبوا النجده. مسكوا اخوه، راح هو اخد شنطتي بكل اللي فيها وجري وركب العربيه، واخوه اللي اتمسك. اخوه اتحبس 30 يوم على ذمه القضيه، خرج بعد كده على ذمه القضيه، محكوم عليه بست شهور، وطليقي اتحكم عليه بست شهور، واخوهم التالت كلهم اتحكم عليهم يعني. طبعا هو اخد الموضوع على اعصابه اكتر، انتي تعملي فيا انا كده؟ ده انا هوريكي، ده انا هعمل وهسوي، انا هخليكي صفر على الشمال، انا هخليكي ما تقوميش من السرير تاني ابدا. فضل يهدد فيا. قبل اسبوع من الواقعه بتاعت وشي دي، اتفاجئت الصبح بمجموعه من الناس، يعني سمعت صوت تكسير. طلعنا بنبص من الشباك لقيناهم بيكسروا في العربيه وجريوا، ركبوا عربيه فان كده وجريوا. طبعا برضو ده متصور بالكاميرات وعاملين اثبات حاله بيه. بعد لما هما جريوا، احنا نزلنا فرغنا الكاميرات، لانهم طلعوا عمارة اللي قبلية كانوا فاكرينها عمارتنا، لان كانوا طالعين يتعدوا عليا، لانهم كان معاهم اسلحة بيضة ومعاهم طوب وحاجات، فستر ربنا ان هما طلعوا العمارة اللي قبلينا مش عمارتنا. وبعديها لما ما لقوش حد فتح، نزلوا كسروا العربية ومشيوا. الى من يوم 19/5 انا كنت خارجة من شغلي، فخارجة مفروض كان تاني يوم يعني، يعني النهاردة اللي حصل فيه الواقعة، تاني يوم كان مفروض فرح اخويا، هو كان عارف كان بيهددني. رايحة اركب علشان اروح، لقيت وانا واقفة بظهري كده، لقيت واحدة جريت بكل قوتها وراحت ضرباني في وشي بقطر، فتحت لي وشي. طبعا انا اتصدمت وجات لي حالة انهيار. الناس في الشارع مسكوا البنت وسلموها للمباحث، واعترفت ان طليقي هو اللي عمل فيا، هو اللي قال لها يعني، وان هي كانت قاعده مستنياني، وحاولت كذا مره ان هي تيجي وتستناني يعني عشان تعمل فيا كده. طبعا انا ايه اول اجراء اخدتيه بعد ما ده حصل لك يعني؟ اكيد اتنقلت المستشفى او تم علاجك يعني؟ انا 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 فضلت انزف في اليوم ده 7 ساعات، فضلت انزف 7 ساعات لحد ما عملت العمليه يعني. اول اجراء انا ما كنت، فضلت اصرخ في الشارع لحد ما فقدت الوعي يعني، وشي راح خالص اصفر، فقدت الوعي. نقلوني على المستشفى القصر العيني، عملوا لي التقرير الطبي المبدئي، وبعدها عملت العمليه. العمليه دي اتعملت يعني، الواقعه كانت حوالي الساعه 3 وحاجه، العمليه اتعملت الساعه 8:30، قعدت 4 ساعات ونص في العمليات. بس انا يعني اللي حصل بالنسبه لي انا لحد النهارده مش قادره استوعبه يعني، حاسه ان انا حاسه ان انا في كابوس او بحلم. حاجه مروعه جدا، وحاجه فيها يعني شغل ارهاب وبلطجه، وحاجه ان هم بيتحدوا ان هم فوق القانون، حاجه ما كنتش اتخيل ان هي في يوم من الايام ممكن تحصل لي انا. واللي انا بستغرب له ان هو يعني، انا احسنت عشره هذا الرجل جدا، وعمره ما شاف مني اي حاجه وحشه. لو حد كان سالني مثلا امبارح هو ممكن يعمل فيكي كده،
يعني امبارح قبل ما يحصل لي الواقعة دي بيوم وممكن يعمل فيه كده، كنت عمري ما هتوقع ولا هصدق. يعني كنت بفتكر ده مجرد تهديدات، لان هو يعني هو لما كان بيبقى عيان انا اللي كنت بديله الادوية وانا اللي كنت براعيه، انا كنت دايما انا اللي باكله من ايدي، يعني ما افتكر ليش اي حاجه عملتها له، ما افتكرش لما هو كان بيبقى عيان انا اللي كنت بدوي، ده انا اللي كنت بخففه. هو كان انا تقريبا انقذته من الموت مرتين، يعني كان درجه حرارته، كان تقريبا جاله كورونا قبل كده، كانت درجه حرارته كانت بتعدي 40 بكتير، وانا الوحيده اللي كنت بتعامل معاه وما كنتش بخاف من العدوى، وكنت انا الوحيده اللي بداويه، وكنت انا الوحيده اللي بحتاج يعني بتعامل معاه وهو عيان، كنت بديله الادويه وكنت دايما بعمل له اكل. ف يعني هو مش قادره اصدق ان هو قدر يعمل فيا كده، لانه ما شافش مني اي حاجه وحشه طول فتره وانا كنت معاه. يعني ايه دي؟ طيب كنت مسالمه جدا، لان النقطه اللي مش قادره استوعبها ان انت ما افتكرتليش كل الحاجات الكويسه اللي انا كنت بعملها لك، ان انت حياتك اصلا يعني انا اللي كنت امينه على حياتك، انا اللي كنت بداويك. انت كان هو شخص مش محبوب يعني من اللي حواليه، انا اللي كنت اكتر حد بتعامل معاه من قلبي وبصدق. ف وانا يعني هي دي النقطة اللي انا عقلي مش قادر يستوعبها، انت حياتك كانت بين ايدي انا، يعني طبعا بعد ربنا طبعا، بس انا اللي كنت بنقذ حياتك. هو كان جايله حاجة اشبه بحمى، كان حياة يعني كان تعبان جدا، كان تعبان جدا، وفضلت وراه واديله في الادوية، ويعني كان الدكتور قال لي حطيه في مية ساقعة، حطيته في مية ساقعة، كان هو رافض طبعا، وكنت بعاند معاه عشان ان انا لازم تقوم بالسلامة، لازم تخف، كنت بجبره ياخد الأدوية، كنت بجبره على الأكل علشان يقوم بالسلامة. يعني كانت النهاية ان هو عمل فيا كده. يعني انت الاجراء القانوني اللي خدتيه، طيب ايه يعني؟ هل عملت فيه محضر؟ ايه اللي بيتم دلوقتي من الناحية القانونية؟ اللي بيتم من الناحية القانونية ان انا اخدت كل الاجراءات القانونية في الواقعة دي، وتحليلات المباحث وكل حاجة اتعملت، وهو اصلا هربان من احكام من قبلها، يعني انا واخده عليه احكام من قبل الواقعه دي. بس انا عامله، بس المشكله كلها في ان احنا عايزين ان يحصل تنفيذ. الراجل ده لسه انا بتهدد، لسه حياتي مهدده، وبرضه انا عايزه اقول لحضرتك ان هو بيعمل كل ده برضه متخيل ان انا ممكن ارجع له. يعني هو عايزني ارجع له، يعني هو بعت رساله بيقول في الاخر هتعرفي ان انتي مش هيبقى لك في الاخر غيري. يعني فهو عقلية مريضة جدا، مش حد، مفيش حد عاقل بيتصرف التصرفات دي. يمكن يكون هو يعني وجعني الوجع ده واذاني الاذية دي لمجرد بس ان انا ما انزلش اروح شغلي، يعني هو عايز يحطمني مش اكتر، يعني عايز يوقعني علشان ما يبقاش ليا ملجأ غيره. وطبعا الملجأ هو يعني لجوئي كله لربنا، مش ليه طبعا، يعني حتى لو ده هيرو يعني حتى لو هموت. القضية وصلت لفين؟ وقبضوا على الست اللي عملت كده ولا لأ؟ الست اتقبض عليها واعترفت ان هو اللي عمل كده، وبعدها هو بعت لها 2 محاميين النيابة برضو اعترفت بالواقعتين، واقعة العربية اللي اتكسرت وواقعة الاعتداء عليا، ولكن بتقول ان واحدة صاحبتها هي اللي وزتها عليا. طبعا صاحبتها دي حد مجهول، مفيش حد بالاسم ده اصلا في الوجود، غير ان انا ماليش اعداء خالص، وهي اعترفت للناس في الشارع واعترفت في الاسم ان هو اللي عمل معايا كده. وبرضو يعني هو اللي بيهددني، وهو بعت لي صورة واحدة مشوهة وقال لي يعني بعت صورة قبل كده الراجل اللي قتل مراته في الجيزة تقريبا بعد ما خلعته، كان دايما بيهددني يعني. بعدين بعد الواقعة بعت صورة وبعت فيديو ليه وهو بيرقص فرحان بيتشفى يعني. طيب يعني اخيرا تحبي تقولي ايه، او ايه الكلمة الاخيرة اللي انت حابة تقوليها يعني فيما يخص الموضوع؟ انا عايزة اناشد كل مسؤول، وعايزة اناشد الرئيس السيسي ان انا يعني انا بنتكم، وانا عايزه الاقي الامان في بلدي. انا بتعرض عليا ناس من بلاد تانية بيقولوا لي تعالي واحنا هنحميكي، وانا طبعا يصعب عليا ده جدا، ان انا عايزه اتحمي في بلدي مش في اي بلد تانية. انا عايزه ابقى حاسه بامان في بلدي، مش عايزه اروح اي بلاد تانية. انا كبرت ونشأت في مصر، ومحتاجه ان انا الاقي الامان في مصر. يعني مصر طول عمرها هي
يعني دخولها امنين، فصعب علينا قوي ان احنا نسمع ان ناس في دول تانية بتقولنا تعالي احنا نحميكي، لا انا بلدي هتحميني وعندي يقين في ده، بس يعني الناس يعني المسؤولين يلتفتوا لي شوية عشان انا خلاص انا فعلا تعبت. شكرا جدا ليكي، وشكرا ليكم مشاهدي جريدة الوطن. كنت معاكم احمد عصر من داخل منزل الاستاذ زينب محي الدين.